بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر الأخ الفاضل مبارك الوعلان على هذه الاستضافة في ديوانيته الكريمة، والشكر أيضا موصول لكل الأخوة المهجرين، النواب السابقين المهجرين والشباب الوطني، وأشكر كذلك ما طرحه الأخ مبارك والأخ محمد البليهيس كمشروع وطني للإصلاح. وحنا أمانة من وصلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبادية عملية الهجوم والمزايدة من البعض، والله نعرفهم، لو نعدهم نقدر نعدهم واحد واحد وبأسمائهم، لكن احنا آثرنا عملية السكوت إلى أن يتم الاجتماع اللي لبوله مجموعة من النواب، وأعتقد تم ذكر أسمائهم من قبل الأخ مبارك، هم 12 نائب، ووزعنا لهم أيضا، أرسلنا لهم رسائل واتساب نشكرهم على هذه الاستجابة. لكن هم أصحاب المزايدات يريدون أن يحموا أنفسهم، وحنا ما أردنا أن نمارس نفس الدور اللي مارسونه، واستطاع الأمر أن تخلط الأمور على بعض الأشخاص اللي حنا نحسن النية فيهم، أما البعض الموجه فنحن نعرف الأهداف والدوافع اللي وصلتهم إلى هذه المرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما أرى كسياسي يستشعر مسؤوليته الوطنية والسياسية دول الخليج العربي وما تحقق من تقدم وازدهار ونهضة بمجال الخدمات والعمران والتكنولوجيا، عندما أرى مواطنين كويتيين يتم ابتعاثهم للدراسة بدول الخليج وإرسالهم للعلاج بدول الخليج، أتحسر وأتألم على هذا التراجع والتأخر، ويزداد ألمي لأننا نملك قدرات مادية كبيرة وشباب وشابات مؤهلين وأصحاب قدرات وكفاءة عالية، وأتساءل إلى متى ونحن نتراجع ونتأخر. عندما نتابع التقارير الدولية حول الوضع التعليمي المنهار وكيف وصل مستوى الطالب، أتحسر كمواطن قبل أن أتحسر كسياسي، وعندما أرى حجم المباني الصحية بدون تشخيص وعلاج فعال أتحسر على حال البلد. عندما نرى حال الأسرة الكويتية الشابة وهي تستهلك دخلها بدفع الإيجار، وتتأخر المشاريع الإسكانية، وتتراكم الطلبات الإسكانية، حتى وصل الحال أن بنك الائتمان يدعي أن لا أموال كافية لكي يبني المواطن بيت العمر، أتحسر على حال البلد. وعندما نرى أبناء الكويت المخلصين والصادقين لا زالوا بالسجن والمهجر بسبب غياب الحريات والقمع الذي لا زالوا ولا زلنا ندفع أثمانه، عندما نرى أيادي المفسدين تمتد وتتمادى أكثر على الأموال العامة ولا تخشى الحساب والعقاب، أتحسر على حال البلد. وعندما نرى تحالف الفاسدين وتماسكهم ودفاعهم عن بعضهم البعض، وبالمقابل يتراجع الخطاب الوطني الصادق ويسقط لواءه، ف
فلا أيدي تحميه وتدافع عنه. ولأن آفة العلم النسيان، فاليوم والليلة وفي هذه اللحظة راح نضع الأمور في نصابها أمام مشهد سياسي مشوه وعبث سياسي مارسه البعض ووقع فيه. البعض ممن لا زلت أثق بحسن نواياهم، ولكن حسن النوايا وحده غير كافي لبناء وطن، ولا يقدم مشروع سياسي، ولا يحقق دولة الدستور وكرامة المواطن وحريته ورفاهيته. لذلك يجب أن أعيدكم لخطابي بتاريخ 24 إبريل عام 2017، وبعد خروجي من السجن مباشرة طرحت تصوري للمرحلة القادمة، وقدمت مبادرة سياسية تحدد المطلوب من أسرة الحكم والسلطة، بأننا يجب أن ننقذ البلد من الفساد، ولا بد أن نتقدم وننهض بالبلد رغم أن السلطة مسؤولة عن سجني، فأمضيت سنتين من عمري بالسجن وخلف القضبان، لكنني لم أخرج من السجن أنا وزملائي اللي كانوا خارجه لننتقم، ولم أخرج من السجن لتصفية حساباتنا الشخصية، ولم أخرج من السجن لنتآمر، بل أكدت بذلك الخطاب تمسكي بنظام الحكم واستعدادي للدفاع عنه تضحية للكويت وشعبها. وأذكركم بأني من قلت بذلك الخطاب لو تقدمت السلطة خطوة لتقدم الشعب الكويتي خطوتين، وأنا من وجه النقد لنفسه وللمعارضة، وقلت نعم أخطأنا كمعارضة عندما أعلينا من شأن العمل البرلماني على حساب العمل السياسي، وهذا للأسف ما نعيشه الآن. وأنا من قلت لا مجال للعمل الفردي ولا سبيل إلا للعمل الجماعي المنظم، وهذا للأسف اللي لا يريده البعض، لا يريده البعض. وأكدت بأننا يجب ألا نكتفي بالعمل البرلماني، ولا بد من العمل السياسي الشامل. فكانت النتيجة أن السلطة استمرت بمحاربتنا، فتم إصدار أحكام قضائية بسجننا ونفينا وتهجيرنا مع ثلة من النواب والشباب الشرفاء المخلصين للكويت وشعبها ونظامها. ولم يكتفوا بكل ذلك، بل سبقه تعدي رئيس مجلس الأمة مرزوق القانم على حقنا الدستوري وحق الكثير من أبناء الحراك السياسي، فوظف مجلس الأمة ونوابه اللي هو مجلس 2013 لتشريع قانون الكويت، تعلم بأننا المستهدفين الأوائل فيه لعزلنا من العمل السياسي ترشيحا وانتخابا. وخرج بعدها رئيس مجلس الأمة يتلو آيات من القرآن الكريم يبشر بهذا القانون الانتقامي المليء بالحقد والخالي من المروءة وشرف الخصومة. وها هو المشهد يتكرر والتاريخ يعيد نفسه، فبعد 4 سنوات من خطاب خروجي من السجن، وبعد 3 سنوات ونصف من نفينا وتهجيرنا، نحن النواب السابقين والشباب الشرفاء المخلصين للكويت، فنقف بين طريقين: طريق مشروع الإصلاح الوطني الجامع، وبين طريق تحقيق الذات الشخصية. ولكن لا نملك أن نتراجع عن خطابنا ومشروعنا الوطني، لأننا لا نبحث عن انتقام، بل عن نهضة الكويت واستعادة مكانتها المستحقة. فمن سكن حب الكويت وشعبها في قلبه لا يمكن أن ينحدر لوحل الانتقام وتصفية الحسابات وبيع مصالح الأمة. فالكويت هي عشقنا ودارنا ووطناً مهما تقلب الفاسدون فيه على المصلحين، وشعبها هم أهلنا وأخواننا وأبناؤنا
مهما تسببت السلطة بتهجيرنا ومعاناتنا وفراقنا، فنحن لا نخاصم إلا لأجل الكويت وشعبها، ولا نتعاون إلا لأجل الكويت وشعبها، لأنهم بوصلتنا السياسية بعيداً عن أي أجندات ومصالح شخصية مشبوهة، ولأن من اختاروا أن يكونوا رجال دولة لا يمكن أن يتراجعوا ليكونوا فقط رجال سياسة، ومن اختاروا أن يحملوا المشروع الوطني لا يمكن أن يتراجعوا ليحملوا أجندات شخصية. لذلك عندما عدنا للكويت بعفو كريم استقر في ذهن سمو الأمير العابد الزاهد الناسك الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، وأمام مشهد سياسي متشابك وقارق بالخصومات الشخصية، وأمام مشهد سياسي بلا مشروع وطني وبلا استحقاقات تشريعية، مشهد سياسي متخبط تسوده الأنانية والأجندات الشخصية. فللأسف يعني في فترة من الفترات ضاربين القرعة، من اللي يقعد مكان رئيس الوزراء، أنا ولا أنت؟ للأسف يعني. والغريب بعد عودتنا وإخواني نجد أنفسنا أمام محاولات تحملنا هذا المشهد الذي نحن من نحاول معالجته وتصحيح مساره. والأقرب من كل هذا أن أعداء الإصلاح كلهم اتفقوا على ذلك، أما بشكل مباشر أو غير مباشر، أما بالتلميح وأما بالتصريح، فتبعهم بعض أصحاب النوايا الحسنة ممن لا زلت أثق فيهم وبأنهم لن يستمروا، فضمائرهم ستعود لصحوتها بعد أن يتكشف الكثير بالأيام القادمة. وأقول للشعب الكويتي الكريم، تذكروا تاريخ 3/6 الماضي وصدور بيان مناشدة النواب لسمو الأمير للتدخل لحل الخلافات بين المجلس والحكومة. هما في 3/6 وجهوا كتاب، رفع هذا الكتاب لسمو الأمير، طلبوا فيه التدخل دون أن يبدو الحلول، وبالتالي أي معالجة يأتي بها سمو الأمير هم موافقين عليها. هذا ما يقول الكتاب اللي رفع في 3/6. تذكروا وارجعوا للأرشيف وطلعوا هذا الكتاب، وتذكروا تاريخ 29/9 وصدور دعوة أميرية للحوار استجابة للمناشدة النيابية، وتذكروا تاريخ 19/10 بيان مناشدة النواب الثاني لسمو الأمير بطلب المصالحة السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي. شفت العبث اللي احنا عايشينه؟ شفت العبث عندما تكتب المخاطبات دون أن يعرفوا ويعلموا عن نتائجها؟ وتذكروا تاريخ 20/10 بيان الديوان الأمير الذي استجاب فيه سمو الأمير مرة أخرى لبيان مناشدة النواب الثاني. تذكروا هذه البيانات والمطالبات والمناشدات وكيف استجاب سمو الأمير لكل هذه المطالبات. تذكروا هذه التواريخ وهذه البيانات وهذه المناشدات التي جاءت من كل النواب بلا استثناء. أما في المناشدة الأولى بحل الخلاف بين السلطتين، وأما في المناشدة الثانية بتحقيق المصالحة والاستقرار السياسي، فالأمور كلها كل الأمور على وضع حنقة، ولكن العمى والله ما هو عمل عيون، هو عمل قلوب. للأسف الشديد نقولها وبكل مرارة. ولأننا لا نهادن على الدستور ولا نساوم على حقوق الشعب، فتوقفوا
كثيرا عند بيان المهجرين. هذا بيان حنا قلناه في المهجر، هذا البيان قلناه من قلوب صادقة وضمائر حية، كان ممكن أن ينسف كل شيء بما فيها العفو. قلنا لا تعدي على الدستور ولا حصانة لفاسد ولا تأجيل للاستجوابات المزمع تقديمها ولا مماطلة بالعفو، بل أننا حددنا أسبوعين كسقف زمني لتحقيق هذا الأمر. أسألكم بالله، هل هناك، ما أقول لك مهجرين، من هم في الكويت وهم عارفين أنه ممكن بناء على قناعاتهم وعلى مبادئهم اللي ترسخت في ضمائرهم أنهم يطرحون مثل هذه العبارات وهم في المهجر ويعلمون أن ممكن هذه العبارات تنسف كل ما يتأملون فيه؟ هذه هي الضمائر الحية، هذا هو جمعان الحربش، وهذا هو سالم النملان، وهذا هو مبارك الوحلان، وهذا هو مشعل الذايدي، وهذا هو محمد البليهيز وناصر المطيري وخالد الطاحوس. هؤلاء هم الشرفاء اللي تعالوا على كل مشاكلهم وآلامهم وهم في المهجر 3.5 سنوات. بينما هناك من يرتب مناقصاته ويحقق زيادة الربح وزيادة رأس المال. بل أننا بعد هذا البيان وأثناء وجودنا بالمهجر طالبنا من لديه مبادرة أو وسيلة أخرى للعفو الكريم من صاحب السمو حفظه الله ورعاه أن يأتي بها ونحن معه. ولكن شو اللي حصل؟ ضاقت العيون وصمت الآذان وألجمت الأفواه. ترضون في هذا الكلام؟ وخل أي واحد يرد أن كلامي هذا مو صحيح. هذا الكلام مثبت ببيانات صدرت من أصحاب الضمائر الحية وهم في المهجر وهم يتمنون العفو. كنا نتمنى العفو العام، لكن الإخوان قعدوا برا طال عمرك خارج السوق، فما تم ولا حصل إلا العفو من صاحب القلب الكريم اللي استخدم حق الدستوري وفق المادة 75 شيخ نواف الأحمد. فمصلحتي وأخواني من النواب والشباب المهجرين من هذه الدعوة اللي تآمر البعض عليها من داخل المجلس ومن خارجه، هو اجتماع الكلمة وتوحيد الصف، فلا تراجع عن العمل الجماعي وحل الخلافات بين نواب المعارضة وطرح مسودة مشروع للنقاش حولها والوقوف على أرضية مشتركة والاستماع لمن يحمل مشروع سياسي. لكن يبدو أن بعض الأخوة النواب لهم رأي آخر ولا يرقبون في الاجتماع مع بعضهم البعض. هل أنتم كشعب ملاحظين هذا الأمر ولا لا؟ بينما هو واضح وضوح الشمس وليس لديهم استعداد لتجاوز خلافاتهم الشخصية. يمكن تطرق الأخ مبارك للطلبات اللي يطلبوها، يعني حنا نقول يعني والله ما حنا حاضرين لأنكم ما حطيتوا المشروع الفلاني، ما حنا حاضرين لأنكم ما ذكرتوا المهجرين، ما حنا حاضرين لأنكم ما ذكرتوا العفو، ما يعني هذا الوضع من هو موجود في قضاء الرأي من السجناء، يعني أمور هذه مقبولة وتستحق المناقشة، لكن ما أحضر إلا لما فلان يزور فلان. هل يجوز أن نقلب القضايا الشخصية على القضايا الوطنية؟ هل يجوز هذا الكلام؟ هل تقبلون فيه؟
أو يجيك واحد يقول لكم والله هذه ما هي دعوة عرس، لا هذه أبرك من دعوة العرس، هذه أبرك لو كنتم تعلمون. لكن قولوا أنكم ما تبوا تحضرون لأسباب نحن نعلمها ولا ودنا ندخل بتفاصيل كثيرة. لكن العجيب في الأمر أن طرفين، متناقضين، ويعتبرون أنفسهم كتلتين، بينهم الشتم والسب والذم والقدح والتخوين، مختلفين في كل شيء، ولكن اتفقوا على تخريب الاجتماع. ما أثارت عندكم علامة استفهام هذه؟ هاي الحمدان. يعني معقول الأمور وصلت إلى مثل هذه الدرجة؟ ونحن نؤكد بأن إعداد مسودة المشروع هو نجاح بحد ذاته، مجرد العمل اللي تعبوا عليه الإخوان جزاهم الله ألف خير وعلى جهودهم، هذا يعتبر نجاح أن عملت المسودة اللي راح نوزعها الآن الأخ جمعان. وين أحمد الدمخي؟ ارفع لنا هذه بس، هذا كتيب عطاه هذا، راح يوزع هذا، تفضل، مسودة مشروع الإصلاح الوطني، راح يوزع على الأخوة الصحفيين أيضا للاستفادة والاطلاع الأخوة المواطنين على هذا الأمر. وحنا نعتقد أن آلية التحقيق أهداف المشروع وتنفيذه ليس الآلية الوحيدة، بل ستتبعها آليات لا تقل أهمية عن اجتماع النواب. احنا هذا مشروعنا وتعبنا فيه ورتبناه ترتيب بحيث يحقق النتائج اللي تقاعس عنها بعض النواب، وسنذهب إلى أبعد موقع والوصول إلى أبعد دوانية حتى تصل التفاصيل للأخوة المواطنين، ونخطرهم عن التهاون اللي قام به البعض. ونحن نعتقد بأن هناك حاجة لمشروع وطني وفرصة لتحقيق الإصلاحات التشريعية في هذه المرحلة تحديدا التي بادر فيها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الزاهد العابد الناسك باستخدام حقه في المادة 75 من الدستور وإصداره للعفو وقيام السلطة بخطوات إيجابية، من استجابة للمناشدات الأولى والثانية والدعوة للحوار والبدء بالمصالحة الوطنية وتقديم الحكومة استقالتها. وهذا يؤكد رغبة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصادقة بالإصلاح ومحاربة الفساد والنهوض بالكويت وشعبها. كما نعتقد بوجود عدد من النواب الصادقين في المجلس الحالي قادرين على تحقيق تطلعات الشعب، والفرصة كبيرة إذا كلنا تعاوننا. اليوم اليد الوحدة ما تصفق، لكنها تصفق، المفترض أنها تصفق كل من يعتدي على المال العام ولو فلس. اليوم ما عاد نتحمل أي خطوة من خطوات الفساد، وعلينا أن نواجهها ونكشف رموزها وأصحابها والضالعين فيها. لذلك يجب ألا تضيع الفرصة وندفع ثمن فواتها بسبب خلافات شخصية ضيقة يمارسها بعض النواب. وهذا الكلام تأكيدا لخطابي السابق بعد خروجي من السجن بأن السلطة لو تقدمت خطوة
سنأتي لها بخطوتين. ولو كانت المصلحة العامة تتطلب الانتقام فأنا أحق من النواب بهذا، لكن الوطن والكويت أهم وأعلى وأعز منا كمجموعة كمهجرين ومن الجميع. وأقول للأخوة النواب الذين يرون عكس ما نرى ويطالبون برحيل الرئيسين أن المرحلة ليست مرحلة تشريعات، وأنه لا يمكن حل الملفات العالقة من استكمال للعفو وعودة المهجرين وعودة باقي الجناس المسحوبة. هذه قضية أساسية بالنسبة لنا وهي أولى الأولويات. شفتوا هذا البرنامج اللي نتكلم فيه والمشروع على رأسه، ألا نرى ونتمنى ألا يتجاوز هذا الأمر احتفالات فبراير، عيد التحرير وعيد الاستقلال، أن نرى كل مهجر يعود إلى وطنه، إلى الكويت اللي كانت في يوم الأيام تستقبل كل مظلوم ومضطهد من بلاده ليأتي إلى هذه الواحة يجد الحرية والأمن والعيشة الكريمة والكرامة. والآن نرى أبناء الكويت يتهجرون من بلادهم بسبب رأي سياسي، وكذلك عودة الجناسي المسحوبة اللي آخرها أو ما تبقى منها الأخ العزيز أحمد الجبر الذي تعرض هو وعائلته الكريمة لظلم بين مخالف للقانون والدستور، لأنهم دائما يتحدثون عن القضاء لكن إذا جت مصلحة معينة قالوا لا، الجنسية سيادية، ما في سيادية أمام القضاء. القضاء من خلال القضاء تملك أن تفعل ما تشاء إذا كنت على حق، لكن إذ لم تكن على حق هذه هوية وطنية، هذه هوية وطنية. واللي قال ابلع العافية في قضية الجنسية هذا هو الآن موجود بالسجن. ابلع العافية، اللي يبلع العافية نخليه، واللي ما يبلعها لا نسحب ملفه بغض النظر عن صحة جنسيته من عدمها. مشكلة أحمد الجبر إنه ما بلع العافية، فبالتالي سلطوا عليه اللي شوف ربك شنو سوى فيه، والحمد لله هذا هو بالسجن قابع حتى يرى الشعب الكويتي من هو الصادق في هذا الأمر ومن هو الكاذب. أقول لهم إن كنتم مؤمنين بالتصعيد عاقدين العزم، حكي مو كلام وبس، لا ترى أردى إنسان تعرفون من هو؟ اللي أفعاله ما تتبع أقواله. سولف، هذا الشيء ما سويناه ترى يوم كنا على مقاعد النواب وكنا حزنا على شرف تمثيل الأمة، ما رعينا حسابات الربح والخسارة أبدا ولا فكرنا فيها، بينما كان البعض من معنا كانوا يفكرون فيها، كانوا يبلعون الأموال العامة ويبلعون المناقصات، لا ويبلعون الشركات بعد مالت هيئة الاستثمار في بطونهم وهي أموال للشعب الكويتي. وأنا أقول لكم ترى رحيل الرئيسين، كلمة رحيل الرئيسين هذا شعار فاشل، ولا في آلية تنفيذ ولن يتحقق. قعدتم سنة دون أن تتحقق أي أهداف للشعب الكويتي ودون أن يتحقق الهدف الرئيسي وهو العفو الشامل، اللي أصلا يمكن 80% من أبناء الشعب الكويتي انتخبوكم علشان هذا الشعار. أما إذا قدم المفترض الاجتماع هذا مشروع يمثل 24 ولا 25 نائب مثلا اللي حضروا اللي راح يحضرون، بينما خرب هذا الاجتماع، يقدم هذا الاجتماع للجنة الأولويات في مجلس الوزراء
المشروع، وأربعة من اللجنة من ستة أعضاء مجلس أمة، ومن مجموعة 31. طيب لما تقدم هذا المشروع والحكومة تماطل وتتلكأ ولا تلتزم بالجدول الزمني، لا لا تقول لي رحيل الرئيسين بس وانت قاعد على الكراسي، لا لا، افعل ما فعلنا في يوم ما ودفعنا ثمنه وضحينا ولا منه لنا على الشعب الكويتي الكريم. اذهبوا اذهبوا، المثل يقول اذا ضاعت الحيلات عليك بالظفر، اطلع الى ساحة العز والكرامة، اطلع الى ساحة الارادة كنائب، قاعد يدعونكم الليل والنهار ولا تستجيبون كأنكم ما تسمعون. روح هناك وقول هذه مطالبي، وخل سمو الامير يشوف بأم عينه أعداد أبناء الشعب الكويتي المتواجدين يطالبون بحل مجلس الأمة، وهذا يعني رحيل الرئيسين أوتوماتيكيا. إنما القاعدة على الكراسي وترطق المطرقة وكل وزير يروح لوزارته، لا هذا مو شغل نواب، لا اسمحوا لي أقول لكم مو شغل نواب. هذا الرجل لما كان في مجلس الأمة وحب يمارس الدور، الأخ جمعان مارس الدور بمهارة وبصدق ولم يضحك على الشعب، وأعاد الجناسي وكان صاحب الدور الرئيسي والرقم الصعب في هذه المعادلة، ولا عنده أغلبية لكن عنده عقل، عارف شلون يفكر، ما جاء وقعد مكان رئيس الوزراء، شو يفيدني أنا؟ شو يفيدني؟ قروا عليكم الميزانية، الميزانية يقولون والله شلون قاعدين عند الحمامات، طيب قاعدين الحمامات هدها مصيبة، هذه أنت قاعد على الكرسي وهذا قاعد يصوت، وقروا الميزانية وأنت تقول هذه جلسة غير دستورية، جلسة غير دستورية، كان أولى أنك تنسحب من الجلسة كما انسحبت من جلسة العفو الشامل اللي مفترض تكونوا متواجدين فيها، وكانت هذه النتيجة. فلا رحيل لهما إلا بحل المجلس والذهاب للانتخابات مبكرة، ولن يتحقق حل المجلس بالتغريدات مع احترامي لها، لكن منائب يقعد يقرد ويتحول إلى مقرد وهو يملك من الصلاحيات ما تكفي، ترى مو رايح هناك، مو طالع من القاعة اللي يعرف إن ما له قيمة فيها إلا خوفا على المصالح. فحل المجلس يتطلب إذا الحكومة أهملت كل مطالبات اجتماعنا وعرفت إن هذا رأي النواب مجتمعين وتلكأت ولم تلتزم بالموعد ولم تتضمن هذه المطالب المشروعة في برنامج الحكومة، أني أعرف أن خلاص المسألة ما هي رحيل الرئيسين، ترى قاعد يتبناها مجموعة من النواب لأن ماكو شيء، الأمر سهل، خطاب سياسي انتخابي، ولاحظوا أي واحد يتبنى من الناشطين السياسيين هذا الخطاب، لاحظوا كلامي يبي ترشح، بالتالي هذا هو البرنامج الأسهل اللي يمارسه رحيل الرئيسين، وهم يعرفون أن الرئيسين لن يقعروا بطريقتهم هذه. هو رفع كتاب عدم تعاون مع رئيس الحكومة إذا ما التزم، أو توجيه خطاب مباشر لصاحب السمو للمطالبة بحل مجلس الأمة وعدم عودة رئيس الوزراء والنزول للشارع وإقامة الندوات الجماهيرية
والدعوة لساحة الإرادة كما فعلنا سابقا ولن نتردد إذا لزم الأمر. ولو تخاذل النواب عن هذا الدور فلا نامت أعين الجبناء. والشعب الكويتي يعرف ساحة الإرادة كما أنتم تعرفونها، والتاريخ يشهد على بطولاته، بطولات الشعب وثباته لتحقيق مطالبه بالدوائر الخمس عبر حل مجلس 2003 بالنزول للشارع. وكذلك ساحة الإرادة تشهد لنا عندما سقطنا مجلس 2009 والحكومة السابقة ونحن أقلية من النواب. ترى احنا عددنا كنا 7 و13 و22، لقينا هذا الحد فقلنا ما كلنا نلتحم بالإرادة الشعبية، إرادة الأحرار، إرادة الأبطال، إرادة الأمة، نلتحم بها. والالتحام ما هو بالديوانية، لا، التحام مع الشعب يكون في ساحة العز والكرامة، ساحة الإرادة، شاء من شاء وأبى من أبى. ساحة الإرادة تشهد لنا وللشعب في 2012 برفض الصوت الواحد بالنزول للشارع ودفعنا أثمان نفتخر بها بلا ندم وبلا منة على الشعب الكويتي الذي كان وفيا ومخلصا لتضحياتنا. وأنا أعتقد النواب السابقين والشباب شهدوا هذا الأمر بهذا الاستقبال الرائع لهم من هذا الشعب المخلص اللي قدر تضحياتهم واللي الآن يحاول البعض أن يهمشها. وحنا نعرف البعض ونعرف أنهم أبواق، لكن الأيام بيننا لتكشف كل متستر. لذلك الصدق والوضوح مع الشعب يتطلب الاستعداد للتضحية ودفع الثمن، وسنتبعه ويتبعه الشعب الكويتي لأجل كل مطلب سياسي مستعد يحقق الإصلاح المنشود. وكما أن الثقة المفرطة بالحكومة والرهان عليها لتحقيق الإصلاح المنشود بمعزل عن أغلبية نواب المجلس وبدون برامج واضح وبسقف زمني محدد ستؤدي إلى نتائج عكسية تعزز حالة الإحباط وتفقد ثقة الأمة في ممثلنا، وهذا أخطر دور وأخطر وضع، أن الأمة تفقد الثقة في ممثلينها. وإلا يرون هالممثلين كل يبحث عن مصلحته وكل يبحث عن أمره ولا شأن له بأي إصلاحات. نحن نقدم أمام أيديكم مسودة مشروع وطني عملنا عليه مع مجموعة من الشباب الوطني، ونعتقد بأنه يحل جزء مهم من المشكلة والوضع الذي نعيش فيه ويحقق بعض متطلبات وأمال الشعب الكويتي، وهو اجتهاد قد نصيب فيه وقد نخطئ، ونتمنى على من يملك رأي أو تعديل أن يقدم. كان مفترض أن تجي الاجتماع وتقدم ما تريد، وكانت قسما بالله أن قلوبنا أوسع من الديوانية لهم لو حضروا وقدموا وقالوا. ونتمنى على من يملك رأي أو تعديل على المشروع أن يقدمه، ومن يتفق معه وخاصة من النواب أن يتبناه في المجلس ويضع مدة زمنية مقبولة لتحقيقه. وحنا معاه، هم لو جم وناقشوا وعدلوا وأضافوا وألقوا واتفقوا وأعلنا للصحافة حنا مستعدين نلتزم بأي مدة زمنية عشان نختار الخيار الآخر عندما تتلك الحكومة. شبون أكثر من ذلك؟ شبون؟ إذا كانوا يبون تخريب المشروع، المشروع بإذن الله لن يخرب. المشروع أصبح أمانة
في ضمير الشعب الكويتي، أمانة في كل مكان يتواجد فيه أبناء الشعب الكويتي، سواء في الدواوين أو في مواقع عملهم أو تواجدهم في ساحة الإرادة، وتكون هي أساس التعاون مع الحكومة. وأن تعذر ذلك من الحكومة فليس هناك مجال إلا باستجواب رئيس الحكومة وإعلان عدم التعاون معه. بس هم ما يبون هالأمر، هذا ما يبون حل المجلس، برغم أن حل المجلس هو الحل عندما يتعذر التعاون أو تتلكأ الحكومة بالمشروع، وبالتالي هم ما يبون هذا الأمر. هم يبون هالعضوية لمدة السنوات المتبقية، وخلي الشعب الكويتي بعدين يتخذ ما يشاء. وهذا اللي كان المأمول من الاجتماع الذي تخلف عنه بعض النواب، وسعى البعض لعدم انعقاده لأجندات مكشوفة، خاصة بوق سراق المال العام، والذي لا يهمس إلا بتوجيهات حرام الناقلات. ونحن نعتقد بأنه لا زال هناك فرصة حقيقية لتحقيق إصلاحات سياسية وإنجازات تشريعية تخدم المواطن وتحسن مستوى معيشتهم، وهذا ما كنا نرجوه من الاجتماع الذي سعى كل من الفريقين المتضادين من النواب الذين اختلفوا على كل شيء مثل ما قلت لكم، واختلفوا على محاربة الاجتماع وإلقائه. ورسالتي إلى قوى الفساد، أولاً لا تفرحوا بتعذر انعقاد اجتماع نواب المعارضة، لا تفرحون، فالاجتماع مجرد وسيلة لتحقيق المشروع، وهناك وسائل أخرى. وسائلنا هو الالتصاق بأبناء الشعب الكويتي في كل المواقع اللي تواجدون فيها. ورسالتي لمرزوق الغانم والآخرين ممن يعرفون أنفسهم، ممن سعوا لعدم عقد الاجتماع، أقول لهم قسما بالله، إذا كنتم تعتقدون بأن من تسبب فيه ما تسبب فيه بعض أعضاء المعارضة، يعني هذه كلمة كبيرة أعضاء المعارضة، يعني كنت أسميهم أول وأنا رافع رأسي لما أتكلم عن أعضاء المعارضة، جمعان، بارك، سالم النملان، خالد الطاحوس، أسماء أنا عارف شنو أجنداتها، الحين صارت المعارضة؟ يعني التوصيف صار سهل. أقول لهم قسما بالله، إذا كنتم تعتقدون بأن من تسبب، هذه رسالة لمرزوق الغانم، بأن من تسبب فيه بعض أعضاء مجلس المعارضة بتعطيل اجتماع اليوم هو مدخل لكم للاستفادة من الوضع واللعب على هذه الخلافات الممجوجة، أصحابها يتحملونها، وهذه أمانة عندكم يا أبناء الشعب الكويتي، وتوجيه رأيها ونوابها، لا أقول لك الشعب موجود وعشمكم هو عشم إبليس بالجنة. والسلام عليكم ورحمة الله. عفوا يا أخوان، طبعا حنا عندنا الأخ عبد العزيز جار الله، وبإذن الله الله يفك عوقه، هو كان من الموقعين في كل بياناتنا في المتجر، برغم أنه عنده قضية أخرى لكن ما قال هذا الكلام، أن أنا موضوعي هذا بيطلع عندي قضية أخرى ما بوقع، لا وقع وقال الكلام الصعب اللي حنا قلناه والتزم فيه. فنتمنى للأخ عزيز جار الله العودة سالما معافى إلى أهله ووطنه. نتمنى حنا يوم بعد الاتفاق مع الأخوة سنعمل لقاء أيضا إعلامي تتاح، مفتوح، تتاح فيه طرح ما تشاءون من الأسئلة. وأنا أعتقد أنه ما في أكثر من الشيء اللي قلناه، الأخ البليهيس والأخ مبارك
وخطاب السياسي.